السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أنكم بكل خير. معكم أخوكم محمد بخالي. حالياً إحنا موجودين في واحدة من أفضل المشاريع اللي موجودة في منطقة باهشة شهير. طبعاً منطقة باهشة شهير تعتبر منطقة مركزية في وسط اسطنبول تقريبا، تفصل بين المطارين، المطار القديم اللي هو مطار اتاتورك والمطار الجديد اللي هو مطار اسطنبول. عندنا المشروع مكون من بلوكين، او في الاصح ثلاثه بلوكات، اثنين منها شقق سكنيه، والوحده الثالثه تعتبر اكبر مستشفى في المنطقه هذه. طبعا المستشفى هذه تابعه للجامعه وفيها تقريبا ما يقارب 800 سرير. الان راح اشرح لكم المجمع بشكل كامل والخدمات اللي موجوده فيها. طبعا مثل ما انتم شايفين هنا عندنا مدخل المجمع الرئيسي، على يميننا مباشره عندنا مدخل مواقف السيارات المغلقه، المحلات التجاريه اللي موجوده على حوالين المجمع عددها 24 محل تجاري. حاليا الموجوده فيها او اللي بيشغلوها الان في مطعم، وعندكم كافيه قريبا راح يكون في مثلا ستاربكس والكافيهات المشهوره في المنطقه. طبعا هنا عندنا المستشفى مثل ما انتم شايفين تعتبر العماره الثالثه، وهنا عندنا محطة بنزين، أمامها مواقف الباصات الرئيسية اللي تودي مباشرة من هنا للمناطق المشهورة مثل منطقة تقسيم ومنطقة بكركوي. طبعا أول عمارة عندنا هنا البلوك A وهي عبارة عن 15 دور، وعندنا البلوك B هي عبارة عن 9 أدوار. طبعا مداخل البلوكات عندنا فيها ريسبشن راح يكون موجود فيها الحراسة الأمنية على مدار 7 أيام 24 ساعة. طبعا هنا عندنا المدخل الرئيسي ايضا راح تكون فيه كاميرات مراقبه وحراسه امنيه مشدده موجوده على طول. بالنسبه للشقق اللي متوفره داخل المجمع عندنا شقق غرفه وصاله مختلف المساحات، ايضا عندنا شقق غرفتين وصاله فقط، يعني الموجود غرفه وصاله غرفتين وصاله في المجمع. طبعا البلوك بي اللي هو 9 ادوار مثل ما انتم شايفين فيها مصعدين، كل مصعد يصل ل 10 اشخاص تقريبا، وعندنا هنا البلوك A فيها 4 مصاعد، 3 منها للنقل العام اللي هي للاشخاص، وواحده منها لنقل الاغراض الثقيله. جميع الخدمات متوفره فيها. طبعا قريبا بعد سنه ونص تقريبا راح يكون في خط المترو راح يخدم المنطقه بشكل كامل، وايضا يبعد عننا محل تسوق او مركز تجاري باسم مول أكباتي تقريبا 400 متر، يعني من هنا للمول تقريبا ما يقارب 5 دقائق. والمستشفى هي تعتبر أكبر مستشفى في المنطقة هذه اللي اسمها باهشة شهير. بإذن الله راح نصور لكم الآن بعد الفيديو هذا شقة نموذج غرفة وصالة حتى تأخذوا خلفية كاملة عنها. وصلنا الآن للشقة النموذجية، راح نشوفها الآن بالتفصيل. احنا في الدور الأول، الشقة رقم 2. طبعا هذا نموذج حيث تشوفوا كيف راح تكون طريقة التأثيث بعد الانتهاء منها. أول ما ندخل مدخل طيب، الأرضيات فيها سيراميك. طبعا الصالة والغرفة النوم الرئيسية الأرضيات فيها باركيه. أمامنا مباشرة عندنا المخزن، طبعا عاملين لها دولاب بشكل جميل، دولاب مخفي تقدر تحطوا فيها الغسالة وتقدر تستخدموا الرفوف اللي موجودة فيها، عاملينها مثل لون الدهان حتى ما تكون لوحدها. وعلى يسارنا عندنا دورة المياه الأولى، نفس الأرضيات سيراميك، الجدران رخام نوعية جيدة واللون جدا جميل متناسق. عندنا هنا اللي هي المغاسل المروش، وهنا عندنا الكلوزيت. طبعا الشقة نوعها غرفة وصالة مساحتها 67 متر مربع. هنا نشوف غرفة النوم الرئيسية، طبعا هذه كلها ديكورات مش موجودة في الشقق اللي معروضة للبيع، هذه إضافات ممكن تطلبوها من إدارة الشركة نفسها يعملوها لكم. المساحة طيبة، الواجهة الجانبية جميعها قزاز مثل ما انتم شايفين من السقف، بحيث انها تعطي شراحة للموقع وإطلالة خارج الشقة. الأرضيات باركيه، نظام التدفئة فيها مركزية، طبعا تدفئة أرضية. من هنا نجي للصالة، طبعا عندنا المطبخ نظام أمريكي، تسلم مثل ما هي ما عدا الثلاجة ما راح تكون موجودة. لكن عندنا هنا الفرن، عندنا هنا العيون، وأيضا الشفاط بشكل مخفي بشكل جدا جميل مثل ما انتم شايفين، والخلفية عاملينها لون أسود بحيث انها تتناسب الألوان.
راح تسلم مثل ما هي، بالإضافة إلى ورق الجدران اللي موجودة راح تكون مثل ما هي. طبعاً عندنا هنا ديكور جميل جداً، ممكن تطلبوه من دار الشركة راح يعملوها لكم. والمكيف راح تكون موجودة في جميع الشقق عدد واحد سبليت في الصالة. المساحة 67 متر مربع الإجمالي، عندنا المساحة الصافية 45 متر مربع نموذج شقة غرفة وصالة.